سيد غسان، الحكومة الحالية، طبعا أهلا وسهلا بك من جديد، الحكومة الحالية برئاسة الرئيس أردوغان عاجزة عن تقديم حلول، الاقتصاد يتدهور أكثر وأكثر، هذا من وجهة نظر المعارضة، ولا يقبل الرئيس أردوغان بإجراء انتخابات مبكرة لولادة قيادة سياسية جديدة تستطيع إنقاذ الأوضاع. لماذا هذا الموقف المتصلب المتكلس من الرئيس أردوغان؟ بالتأكيد يعني الرئيس أردوغان يدرك تماما أن في حال حدثت أي انتخابات مبكرة في ظل هذا الوضع الحالي لن تصب التصويت والمواقف الشعبية تجاهه، سوف تكون ضده، وبالتالي هناك احتمال أن يكون هناك توافق ضمن المعارضة على شخصية أخرى، وبالتالي تستطيع أن تحقق انتصارا في حال حدوث انتخابات مبكرة. وأردوغان نفسه يعلم أن الإجراءات التي اتخذها لرفع من قيمة الليرة ولو مؤقتا هي إجراءات لن تطول كون قدرة البنك المركزي محدودة، فبالتالي كل هذه المعطيات تجعل المواطن التركي يثق بأن هذه الإدارة الحالية غير قادرة على تقديم حل ما لهذه الأزمة، وبينما المعارضة تقول بشكل واضح أن الحل هو بجعل هناك حرية واستقلالية بين مؤسسات الدولة. المعارضة تشير إلى أنه لابد أن يكون البنك المركزي مستقلا وليس يعمل وفق مزاجيات الرئيس أو الشخصيات السياسية الأخرى. لذلك المعارضة تذكر أن الرئيس أردوغان غير المحافظ البنك المركزي 3 مرات خلال 2 عامين حتى جاء برجل ينفذ أجندته المتمثلة بتخفيض سعر الفائدة لينقذ الشركات المقربة من المستدينة بالمليارات، وبالتالي عندما يتم تخفيض سعر الفائدة ينقذ هؤلاء المستدينين وبالتالي يقدم أرقام عن نمو اقتصادي. هذه الشركات تقوم بمشاريع بالنيابة عن حكومة أردوغان، وتخفيض سعر الفائدة يعطيها قدرة على الاستدانة أكثر وبالتالي تحقق نمو شكلي مجرد أرقام هامشية بعيدة عن المضمون الحقيقي الذي تتمثل به البطالة والتضخم.